بدلا من تخصيص الجزء الأكبر من أموال الموازنة الإسرائيلية لإعادة الحياة في شرايين الكثير من الشركات الإسرائيلية بعد أن أنهكتها حرب غزة وجردتها من رأس مالها البشري، إسرائيل تخصص 5 مليارات دولار لما أسمته إعادة إحياء منطقة غلاف غزة بعد هجوم 7 أكتوبر. مدينة ملاهٍ تحتوي على أكبر دولاب دوار هوائي في الشرق الأوسط وفنادق ومتحف قرب غزة تسهل رؤيتها من أي منطقة في القطاع بمنظار صغير. المشروع الذي يروج له وزير السياحة الإسرائيلي حايم كاتس هو عبارة عن مجمع سياحي سيتم تنفيذه في غضون 5 سنوات، يحتوي على أماكن مخصصة لحفلات موسيقية واحتفالات كالذي أقيم فيه مهرجان نوفا الموسيقي قرب مستوطنة رعيم في غلاف غزة، وهاجمته حماس في 7 أكتوبر الماضي وفق ما نشر موقع صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية في كلام إيلاد أرنفيلد من شركة السياحة الحكومية الإسرائيلية الذراع التنفيذية لمشاريع الوزارة بقوله: نخطط لبناء موقع سياحي فيه ناد للحفلات الأكثر جنونا بالعالم في مكان مهرجان نوفا قرب رعيم، نريد تحويل هذا المكان إلى مكان سعيد، إلى مكان للعروض. ومن المقرر أن يخصص جزء منه لمتحف يخلد ذكرى قتلى إسرائيل في حربها مع حماس فيما يشبه مركز ياد باشيم الذي بنته في 1953 بالقدس المحتلة والخاص بقتل المحرقة من اليهود في الحرب العالمية الثانية.